يوم أمس كنا على موعد مع تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. هذه الخلية الإرهابية عندها مجموعة من الخصوصيات والتفرد سواء على المستوى الأساليب الإرهابية أو حتى على مستوى المشاريع الإرهابية. فهذه الخلية هي خلية واحدة عندها مجموعة من الأشخاص اللي تم التوقيف ديالهم في عدة مدن مغربية، ولكن عندهم ارتباطات عضوية وعقائدية وعلى مستوى الفكر التشبع بالفكر المتطرف. الخصوصية الأولى هي على مستوى الأساليب الإرهابية المعتمدة. فهذه الخلية كانت تحاول إعادة إحياء الأسلوب الإرهابي المتمثل في العمليات الانتحارية، وهذا ظهر لنا بجلاء من خلال السترات الناسفة والأحزمة الناسفة والمعدات اللوجستيكية اللي كانوا كيحضروا لها. المعطى الثاني وهو أن هذه الخلية الإرهابية استطاعت أنها تقوم بتحضير وتجميع ومجموعة من المشتملات ولا المستحضرات الكيميائية اللي وبكميات هائلة، واللي هي اللي تبتات الخبرة التقنية على أنها قادرة على صنع 4 أنواع من المتفجرات والعبوات الناسفة. المعطى الثالث في هذا الأسلوب الإرهابي وهو مسألة الطنجرات الضغط المملوءة بالمسامير واللولوبات الحديدية، واللي هي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة اللي يمكن تسخيرها عن بعد. إذا كنا أمام خلية إرهابية عندها أهداف، عندها أسلوب إرهابي متفرد، عنده 3 ديال الخصوصيات. المعطى الثاني على مستوى تسخير العنف لمواجهة عناصر التدخل التاريخي. كما لاحظتوا التدخل الأول على مستوى تفلت الشخص الموقوف او المشتبه فيه الموقوف ابدى مقاومه عنيفه في مواجهه عناصر التدخل السريع وقام بالاعتداء الجسدي على احد العناصر، ولكن استعمال السلاح بطريقه احترازيه وبطريقه تحذيريه بالاضافه الى القنابل الصوتيه والقنابل اللي كتطلق واحد الدخان كثيف لحجب الرؤيه اللي مكنات من تحييد الخطر الصادر عن هذا الشخص وتوقيفه، لان احنا الرهان ديالنا هو اننا نوقفهم بدون اي خسائر، لانه احنا من مصلحه المحققين اننا نستمعوا لهاد الاشخاص ونوصلوا الى جميع المشروع الارهابي اللي كيشتغلوا عليه. اي شخص ثاني اللي هو ما يسمى بين هلالتين الامير المزعوم ديال هاد الخليه الارهابي اللي تم التوقيف ديالو في مدينه تمره بدوره ابدى مقاومه عنيفه وحاول تفجير ديال نفسه باستعمال واحد قنينه غاز من الحجم الكبير موصوله بواحد الاداه ديال التلحيم. العناصر ديال التدخل السريع استعملوا الاسلحه بشكل تحذيري وقنابل صوتيه وبالاضافه الى القنابل اللي كتطلق واحد اللي كتكون مواكبه بواحد الدخان كثيف باش نحجبوا عليه الرؤيه ونحاولوا نحيدوا الخطر الصادر عنه، وفعلا تم التوقيف ديالو. اذا الان نحن امام مشروع ارهابي كان وشيك وكان قبيلة نقدر نقول ساعات من انتقال التنفيذ المادي للعمل الإرهابي، والدليل على ذلك وهو أنه اعترنا على مجموعة من السترات الناسفة اللي وصلت للمرحلة ديال التجميع باش تقوم بتنفيذ عمليات من طرف أشخاص مندورين للموت اللي هما اللي كيتسموا لي كاميكاز. وشكرا.